السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال اللي بيتكرر كتير، هل الذكاء الصناعي ممكن يحل محل البشر وياخد الوظيفة بتاعتك؟ الإجابة ممكن أو ممكن لأ. طب نفهم. طيب دلوقتي كل الحاجات اللي أنت عايز تتعلمها موجودة على اليوتيوب صح؟ تمام، وموجودة ببلاش وتقدر إن أنت تتعلمها. هل الكلام ده قضى على الجامعات؟ هل قضى على المراكز التعليمية؟ هل قضى على الكورسات المدفوعة؟ هل قضى على أودمي؟ هل قضى على الحاجات دي كلها؟ لا، الاثنين موجودين، يعني بتبقى موجودة، بيبقى محسن هيقول لك الحاجة المدفوعة أكيد ده متعوب فيها، هتقدم لي قيمة إضافية، فعندنا استعداد إن إحنا ندفع، عندنا استعداد نخصص يوم وننزل مخصوص عشان نتعلم حاجة معينة. فما قضيتش على المراكز التعليمية وما قضيتش على الجامعات، لكن لازم تعرف ان في تنافس، فلازم انت تقدم حاجة افضل. لو انت شغل بتاعتك ما فيهاش تحدي وسهل تعملها، لا يعني حاول ان انت تدور على حاجة فيها تحدي وفيها كل يوم بتتعلم حاجة جديدة والحاجات دي كلها. ففي تحدي كبير بالنسبة لنا، لازم ان احنا ما نركنش ده انا اتخرجت من كلية وزي الفل كده، لا لازم تعرف ان في تنافس مع الناس اللي حواليك، مع الناس اللي موجوده في اوروبا وامريكا والهند ودخل معانا الذكاء الاصطناعي والحاجات دي كلها. فلازم كل يوم تتعلم حاجه جديده، لازم كل يوم تقول لا ده انا لسه بتعلم، لازم الحاجات دي كلها. تمام، فالذكاء الاصطناعي هيخلي احلامنا اكبر، هنخلي في انجازات، هنخلي الناس ما تنامش، هتوفر وظائف كتيره، بس هتوفرها للناس اللي بتتعب والناس اللي بتجتهد والناس اللي بتحاول، ربنا يوفقهم وتلاقي في فرص بتجيلهم. فهي دي الفكره. يعني انا اعرف ناس مثلا كانت شغاله في شركه كبيره في مصر وقال لهم احنا عايزين ناس تعمل لنا الموضوع الحصري دوت، فهو فضل الموضوع الحصري لان حس ان هو موضوع مش محتاج بقى اقعد اعمل لا ده هو ممكن اعمل حاجه تسهل الموضوع بدل ما اقعد اتعب نفسي واعمل حسابات والحاجات دي كلها. ففوجئ ان بعد فتره البيم ظهر وما ادوش اهتمام، فقال لهم لا قسم حصر كله ده اتلغى. فهي دي الفكره، الذكاء الصناعي مش هيموت الناس كلها، لكن الشغلانه الممله هتتلغي. تمام، يعني في وظائف كتيره جدا لازم تختفي. يعني الراجل اللي بيقف في الاسانسير مجرد ان هو انت تقول له دور كام ويدوس، طب ما انا ادوس انا. تمام، يعني السايس، كل الحاجات اللي هي ما فيهاش تفكير لازم تخاف، لازم نخاف ولازم نجتهد ولازم كل يوم تتعلم حاجه جديده، لازم كل يوم تقرا كتاب، بلاش كل يوم، كل شهر تقرا كتاب في التخصص بتاعك. تمام، وخمس ست كتب كده معلومات عامه. سلام.